فكرة اللقاء اليوم جاءت من ضرورة وضع سيارة اقتصادية للدولة القادمة، الجمهورية القادمة. الحزب يؤمن تماما بفكرة أن رجال الأعمال ورجال الصناعة ورجال الاستثمار هم المنوط بهم دفع الاقتصاد الوطني وتنمية موارد هذه الدولة وخلق فرص عمل للشباب المصري المتطلع إلى مستقبل أفضل بإذن الله. وأعتقد أن كلكم تتفقوا معي في هذا، أن الحكومات مش بالضرورة يكون دورها توسيع الاستثمارات وإقامة المصانع وخلافه، ولكن عليها وضع أو إقامة بيئة صالحة للاستثمار ولجذب الاستثمار. وفي النهاية أبناء الوطن من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الصناعة هم المسؤولون عن إقامة هذه المشاريع ودفع عجلة التنمية. حرصنا اليوم في الدعوة أن تكون هذه الدعوة موجهة لكافة القطاعات الاقتصادية القائمة في مصر. وأيضا لدينا اعتقاد رسمي بأن صناعة السياحة يجب أن تكون هي القاطرة الأولى والصناعة الجاهزة للانطلاق فور تحقيق الأمن والأمان داخل هذه الدولة. قد قام الحزب بالاستعانة بالخبراء ببناء هيكل هذا اللجان، وتم تقسيم هذه اللجان إلى 19 لجنة تنبثق منها الغرف المتخصصة. فعلى سبيل المثال من ضمن هذه اللجان لجنة الصناعة، لجنة السياحة، لجنة الزراعة، لجنة الطاقة إلى آخره. وتنبسط من هذه اللجان الغرف، فمثلا لجنه الصناعه تخرج منها غرفه صناعه المنسوجات، غرفه صناعه الاغذيه وهكذا، حتى نستطيع من خلال هذه اللجان والغرف الوصول الى المشكلات التي يعلمها كل من حضراتكم ويعلم كيفيه العمل على هذه المشاكل وكم من نمو قيمه القطاع الخاص الذي هو عماد الاقتصاد المصري، ومن ثم النمو بالاقتصاد القومي. لقد بذل رجال الاعمال الكثير من الجهد والعمل من اجل صالح هذا الوطن، وتكبدوا فساد الوطن في الثلاث سنوات الاخيره من اجل استمرار عجله الامداد. ومن هنا ياتي دور رجال الاعمال بالمشاركه والتواصل الفعال مع رجال العمال في الحزب والاتحادات العماليه لوضع خارطه طريق تنهي الاضرابات التي تطرقت للصناعه المصريه، وايضا التواصل مع الدوله لازاله التعوقات الاستثمار امام المستثمر. تغير هناك عدد كبير
والاقتصاديين العرب.